السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناة دكتورة أروى. ما تنسوا تعملوا لايك للمقطع وتعملوا سبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل جديدي. أكيد مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. معكم دكتورة أروى، حكيت لكم رح أعطيكم شيء كتير حلو وأعطيكم سر بوكس ما سبق ونحكى عنه للأسف، مع أنه كتير حلو وكتير رائع أروما سبا، بس أنا حبيت أحكي لكم عنه لأنه شيء كتير مميز. وأكيد هيك العبوة لحالها بتكفي، بتحسوا بالاسترخاء لما شو تاخدوا شو هاي العبوة. فوريفر أروما سبا، أكيد من اسمها عرفتوا لشو استخدامها. طبعا استخدامها ل حتى ننعم بيوم هادي بعد العمل. أكيد كلاتنا منحس بالإرهاق والتعب، بدنا شيء عن جد يشيل التعب يلي منحس فيه. ما بدنا أي شيء تجاري، أكيد بدنا شيء طبيعي، بدنا حي ريحة تكون ناعمة وحلوة وبتناسب الاثنين. أوكي، مين يعني الجنسين، الرجل والمرأة. طبعا هذا البوكس شايفينه يعني فيه ثلاث منتجات من أقوى وأروع المنتجات يلي رح تشوفوها بعالم المساج وعالم شو السكون والراحة. على رأس المجموعة أكيد في عنا الألو باث سولت من مجموعة ريلاكسيشن. طبعا طبعا أملاح البحر الميت، كتير بنسأل عن أملاح البحر الميت وفوائده. أوكي، وأكيد شو بيعطي إحساس. أكيد خذوا لكم معلومة إنه الاستحمام بمي دافية بيعطي رياحة وبيعطي حتى نشاط للجسم ومفيد جدا للجسم، فما بالكم لما منضيف له أشياء طبيعية اللي هي الباث سولتس، منضيفها بحوض الاستحمام. طبعا لافندر مع هذا، طبعا موجود لافندر مع أملاح البحر الميت. طبعا معروفة أملاح البحر الميت إنها بتحوي على أملاح المغنيسيوم اللي بتشكل لنا حاجز حماية للبشرة. طبعا كتير حلو وكتير رائع، أنا بنصح فيه الجميع يستخدمه. ليش؟ كتير منا بنعاني من مشاكل بالمفاصل أو مشاكل بالعضلات أو مشاكل إنه جسمي مهدود أو حاسس بتعب، فأنا ممكن أعطي لحالي راحة على الأقل يوم بالأسبوع، أخذ لي حمام من خلال الأملاح، تكون الرائحة ناعمة وكتير حلوة. طبعا ريحة اللافندر كتير حلوة، حتحسوا حالكم فعلا عايشين أجواء السبا بدون ما تروحوا لسبا، عملنا لكم سبا بالبيت من خلال منتجات فوريفر. طبعا وفي عنا كمان أكيد الشاور جل من ريلاكسيشن، شاور جل من تركيبة الألوفيرا واللافندر، أكيد بتخلي هذا المنتج كتير مهم لحتى نتخلص من التعب والإرهاق اللي بيصيب العضلات، وأكيد أوجاع المفاصل اللي منعاني منها، وأكيد حتى لو في مشاكل بالبشرة هيكون كتير حلو وكتير مميز لحتى أنه حتى بيعالج لكم مشاكل البشرة. في ناس تعاني من فطريات سواء بالجسم سواء بالقدمين، فهيكون مثالي لهي المشكلة. في أشخاص بتعاني من مشاكل وين بالمفاصل، فحيكون مثالي لفترة الاسترخاء والاستجمام. طبعا كمان تركيبته كتير حلوة من خلاصة الخيار الغني بفيتامين سي وحمض الكافيك. طبعا هذا بيخلي البشرة رايقة، بيهدي البشرة لو في حساسية كمان أو أكزيما أو صدفية موجودة في الجسم، فبتهدي منها وبتهدي الحكة، حتعطينا يعني تحسوا نعنشته اوكي بعد الحمام من التركيبة الموجودة فعلا ضمن هذا الشاور، واللي بيخلي يكون فعلا تحسوا بإحساس وين إحساس أني أنا موجود ضمن السبا وعم بنعم بكل هاي المزايا. فيكن تعملوه بالبيت أكيد، وريحة كتير حلوة كتير بتجنن ريحة اللافندر. وأكيد نحكي عن العنصر المهم والأساسي اللي هو طبعا مساج لوشن، ريلاكسيشن مساج لوشن، تركيبة الألوفيرا لافندر والشاي الأبيض. طبعا هذا الشيء بيخلي انسيابي، وريحة كمان نبات الكاميليا بيخلي انسيابي. طبعا معلومة عن نبتة الكاميليا، معروفة إنها بتقاوم الجذور الحرة اللي بتسبب منها تلف البشرة، وبالتالي أنا لما عم استخدمه
كريلاكسيشن مساج لوشن انا عم بتركه على البشره، وبالتالي ما رح يترك لي مشاكل، يعني ما في مشكله لو انا تركته على البشره، بالعكس حيحل لي مشاكل البشره اللي بتكون موجوده عندي، حتى بيعالج لي تلف البشره، واكيد موجود فيه زيت دوار الشمس، هذا اللي بيخلي يعمل حاجز حمايه للبشره وبيقلل من فقدان المي اللي بالجسم، وبالتالي شو بتضل بشرتنا طريه واكيد مغذيه ومرطبه. بشرتكم بعد الاستخدام حتكون كتير ناعمة كتير طرية، أنا بنصح فيه الأزواج جدد، كل صبية مقبلة على زواج أكيد حيكون هذا مهم جدا بالبيت، كل الأشخاص لازم يكون موجود عندهم هاي المجموعة. نحن أكيد نهتم بالأكل والشرب، ولكن أهم شيء ما بنهتم فيه اللي هو الأشياء اللي بتخلينا مستمرين بهالحياة واللي بتشيل عنا الهموم والتعب والأثار. أكيد نحن بحاجة ويكلي على الأقل مرة بالأسبوع إني أعمل أوكي هاي التركيبة، ليش؟ لحتى أكون قادر بقية الأسبوع إني قاوم وإني أشتغل. عن جد مجموعة كتير مميزة كتير حلوة، أنا حبيتها وجربتها، أكيد كانت التجربة كتير حلوة كتير مميزة، ريحته ما بتتخيلوها قد ايه بتعطي ريحه كتير حلوه للجسم. يعني حتى صبايا لو حابين تكون بشرتكم بدل ما تستخدموا زيوت يعني او معطر للجسم، قادرين انكم تستخدموا كمعطر وكمرطب، يعني 3 4 5 10 صاروا 10 بواحد، فحتكون النتيجه كتير حلوه. حابه اسمع تجاربكم عن هاي المجموعة، بنصح فيه لكبار بالسن أكيد، لأنه كمان بيعانوا من مشكلة أوجاع بالمفاصل، وخاصة أملاح البحر الميت لازم ضروري ينقعوا رجليهم فيها على الأقل مرة لمرتين بالأسبوع، هاي مهمة جدا وضرورية جدا. وعن جد يعني أنا بحكي دوما شكرا فور إيفر، ليش؟ لأنه ما بتنسانا من أي شيء، يعني سواء سبلمنت فود عندها، سواء بيرسونال كير عندها، سواء سكين كير، سواء أشياء أروما سبا، أوكي أشياء لحتى تكون حياتنا كتير مرتاحة، فأوجدت لنا كل شيء ممكن من خلاله نستمر بهالحياة، وأكيد نواجه الصعوبات اللي موجودة عنا بهالحياة، ولكن من خلال اشياء كتير ناتورال، اشياء كتير حلوة واكيد مجربة. انا هذا اللي بهمني، انه لما بدي اجرب شيء يكون مجرب من قبل، ما يكون فقط دعايات واعلام. شيء كتير حلو، بتمنى انكم استفدتوا من هاي المجموعة، واكيد ناطرة منكم تخبروني انه نحن ايه جربناها وعطت نتيجة كتير حلوة. طبعا في جواته كمان اكيد يعني فيكم تتثقفوا من خلال شو الكتالوج اللي موجود هون، اوكي بيحكي لكم عن مكونات كل واحد من المنتجات بالتفصيل، الاشياء اللي انتم محتاجينها بالتفصيل بيحكي لكم عنها، واكيد مكونات كل واحدة وطريقة الاستخدام كمان كيف تستخدموا. شيء كتير حلو وكتير مميز، وعن جد بتعيشوا الجو مع فوريفر. اكيد هنشوفكم بفيديوهات تانية، وأكيد ما تنسوني شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأصحابكم، ليش؟ لحتى يستفيدوا من الأشياء اللي أنتوا عم تستفيدوا منها، وأكيد ما تنسوا عروضاتنا الموجودة دوما. تواصلوا معنا، حنكون سعيدين بالإجابة على استفساراتكم. إلى اللقاء بفيديو جديد.